السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل معاكم السابلي بطريقة سهلة. معايا نص كيلو زبدة تكون خارجة من التلاجة، ما تكونش طالعة برة التلاجة عشان ما تبقاش مية معايا وانا بضربها. هضربها بالمضرب كويس لغاية ما لونها هيبقى كريمي كده زي ما انتوا شايفين، وهحط عليها كوباية سكر بودر بالطريقة دي كده، وهضربهم مع الزبدة لغاية ما يختفوا. زي ما انتوا شايفين كده، في اسهل طريقة وانجح طريقة اللي انا بعملها دي. زي ما انتوا شايفين هي بتبقى كريمي زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة الزبدة تكون خارجة من التلاجة. حطينا نص كيلو زبدة 500 جرام، وحطيت 225 جرام من السكر يعني كوب سكر، وضربتهم زي ما انتوا شايفين. الاول ضربت الزبدة وبعد كده ضربت حطيت كوباية السكر وضربته مع الزبدة. بعد كده هحط البيضاية بتاعتي، بيضة برضه خارجة من التلاجة، وهحط 5 ملي جرام من الفانيليا السايلة. لو ما عندكيش فانيليا سايلة ممكن تحطي كيس فانيليا بودر، وتضربيهم مع بعض لغاية ما البيضة تختفي خالص في قلب العجينة دي. بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. هكون بقى محضرة الدقيق بتاعي كيلو الا ربع دقيق. طبعا اول حاجة لازم ننخل الدقيق، لو انتي مش نخلاه حطي منخول على العجينة وابدأ انخليه الشكل ده كده. ده كيلو الا ربع دقيق. دقيق مخبوزات يعني، هو لو عندك دقيق كحك وبسكويت يبقى افضل، فهماني؟ يعني ما لو جميع الاستخدامات ما بيكونش عامل عرق معاكي، لكن لو هو دقيق كحك وبسكويت بيبقى يطلع جميل جدا. هنخل الدقيق كيلو الا ربع دقيق واحطه مع العجينة، واحط رشة ملح. هبدأ بقى لم العجينة كده الأول، الدقيق مع العجينة. تحتاجش عجن كتير ولا حاجة، ويا دوبك بس الدقيق يختفي في قلب العجينة وخلاص. الدقيق ده كان عليه رشة ملح. ده اعجن فيها كده بايدي لغاية ما الدقيق يخش في قلب السمنة بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا كده لميت العجينة، هجيب كيس بقى تلاجة او اي كيس عندك، واروح حطها في قلبيها واحطها في قلب التلاجة لمدة ساعة تمسك نفسها كده علشان اقدر اشكلها. وده كان فيديو عمل العجينة بتاعت السابلي، والمرة الجاية نشكل